نمشيو خاوين على اللوطور تنمشيو، ما كاينش زعما ديك العماره ولا ما كنديو الطبله صافي، انا والشيفور كنمشي انا ناعس اللور وهو غادي يسايق صافي بجوج. وملي راه كنجيبو الفياج ديالنا وماشي ديريكت بني ملال مخلط، كنزلو بلاد زم بالجع التادلة عاد باش بني ملال. ونتمناو من الله الله يكون خير ان شاء الله. هاد المناسبة اخرى ديال العيد مختلفة على المناسبات اللي قبال، الاعياد اللي كنا تنعرفو كانت الخدمة فيهم شهر شهرين، دابا ما بقاش داك الشيء اللي كان، الخدمة بقى جاك ديك الطيضاب وداك الازدحام اللي كان، بنادم منفس، كاينين السوبليمات، كاين بزاف دابا ديال الكيران فهمتيني، الكيران موجودين، بنادم ما كاينش فهمتيني، بنادم ما كاينش قليل. تنمشيو بهاد المرض ما كنعمروش ربعة السوايع حنا في ولاد زيان، هذا باش كنعمرو الليل كامل من الوحدة ديال الليل والبارح، وانا كنعمر حتى الخمسة ونص ديال الصباح فهمتيني، بنادم قليل وارتفاع ديال المازوط، تمشي للدار البيضاء دابا 2000 درهم تمشي وتجي فهمتيني، وما زايدين والو شي زيادة اللي زعما تقول بزاف، ممكن 10 دراهم كنا كنقطعو ب 80 دابا 90، لا ما كاينينش قلال، مع جات مع العطلة دابا هادشي ديال التعليم دابا كاين، كاين اللي تيقول دابا تا يدوز العيد عاد نسافر باش ما يجيش في الزحام دابا ويجي مزاحم راسو مزير. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الهادي جدان، مسؤول على شباك من المحطة الطرقية بني ملال. موضوع الساعة الآن هو عيد الأضحى المبارك، عواش المباركة. المشكل اللي مطروح حاليا في النقل هو أن سابقا معروفة هذه الفترة تيكون واحد التحرك ديال المواطنين المسافرين، تيبغيو يمشيو ويتحركوا باش يعيدوا مع وليداتهم مع عائلتهم. اللي لاحظنا هو أن هذا العام كاين التبعيات ديال الأزمة اللي تتعيشها البلاد اللي ناتجة على مخلفات ديال الكورونا، المشكل ديال الغازوال اللي هو غالي، المعيشة غالية على المواطن، هنا تيتترجم في عدم التحرك ديال المواطن. اللي تيبانو دابا هنا في المحطة، المحطة خاوية تتصفر، ما كاين لا مسافرين لا والو. النقطة اللي غادي نشير لها، بني ملال، حنا بني ملال هنا، بني ملال راه ما فيها لا إدارات لا أوزينات لا شركات لا فيرمات لا والو، المواطن ديال بني ملال تيخرج يقلب على راسو خارج المنطقة، لهذا الحافلات دابا تيجي يدخلوا الناس، لأن بني ملال تعتبر مركز طارد وليس بمركز مستقبل. الرواج تيكون عندنا حنا مورا العيد فاش تيبغيو الناس يعاودوا يخرجوا يلتحقوا بالعمل ديالهم، حاليا العكس، الناس تيدخلوا باش يحاولوا يعيدوا مع وليداتهم. وكثر من داكشي المواطن غادي يقول لك الثمن، الثمن عندنا بني ملال الثمن عادي، وكاينين بعض الخطوط اللي حتى ذاك الثمن اللي عاطينا القانون ما تنطبقوش، تنقطعوا بقل من الثمن. بني ملال حاليا كاينه ازمه للنقل، المسافرين ما محركينش، الله يكون في العون، النقاله راه مأزمين، راه المصاريف قويه بزاف، كانوا الناس يتسناو هذه الفتره ديال العواشر باش يحاولوا ما امكن يعوضوا المصاريف ديالهم والخسارات اللي تيكون عندهم طيله السنه، الا ان هذه السنه ما شاء الله الله يكون مع النقاله بصفه عامه. وبالنسبه للحافلات عندنا احنا موجوده، ولكن المسافرين فينا هما الحافلات، الى درجه ان تيخويو دابا هنا في بني ملال وتيرجعوا بالخاوي، يمشيو مثلا لاكادير لطنجة الناظور، المدن اللي هي فيها استقطابات وفيها الشركات اللي الناس يمشيو يخدموا. ولكن هذه الايه غادي تعكس عندنا حنا مورا العيد، من قبل كنا تنعرفوها في هذه الفتره تيكون رواج، دابا الرواج نقدر نختصروا لك عندنا رواج جهوي، بمعنى هذا البيريمتر ديال 100 كيلومتر 80 كيلومتر كاين واحد التحرك في هذا الاسبوع اللي فات، الناس تحركوا، الناس غادي لدمنات، الناس غادي لزاويد الشيخ خريبقه في قيم صالح ازيلان، هادو هما الناس اللي تيتحركوا عندنا في هذه المنطقه. اما شي حاجه اخرى اللي تقول اللي تتبين لك بان المنطقه راه ما فيهاش شي رواج، المواطن راه تيعاني وباش يخدم خصو يخرج خارج المنطقه، الجهه راه باقيه ضعيفه لحد الساعه، وتنطالبوا من المسؤولين ياخذوا في عين الاعتبار ديالهم هذه مساله التنميه ديال المنطقه. المنطقه راه باقيه تتعاني، والمواطن ديال جهه بني ملال راه واكل الدق، راه باش الا بغى يدبر على راسو خص يهبط لاكادير الفيرمات، خص يمشي لطنجه اللوزينات، خص يمشي للناظور، ولو ان حتى الناظور ديك التجاره المعيشيه ديال التهريب اللي كانت راه ما بقاتش، راه المشكل عويص بالنسبه للمواطن ديال الجهه بصفه عامه. وشكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.